السلام عليكم مشاهدين ديالنا، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم جبرت ليك الحك حتى الهجرة هذه. صراحه البارح ما عملتش معكم فيديو، كنت عيانه شويه مع بنتي الصغيره. ايوا على داكشي ما عملتي الفيديو. عنجاوبكم من الاول ديال الفيديو، حيتاش بعد النوبات كنعملوا العناوين بعد البشر الله يهديه، ماشي المتابع ديالنا. اما المتابع ديالنا كيتبعنا من الاول ديال الفيديو حتى الاخر، هو ديك المتابع اللي هو ماشي ديالنا ومبلي كيحكم لك على العنوان وكيعلق لك يقول لك انتوما كتكذبوا. بحال فيديو ديال البارح فهموا كثر، بحال فيديو ديال البارح عدلناه، كتبنا انا لله وانا اليه راجعون. دخلت هي قالت لي كتضحك هيدا كتقول لي كتكذبوا باش تجيبوا المشاهدات. شوف اختي، حنايا عمرنا ما كذبنا في القناه ديالنا، لو كان كنا كنكذبوا ترى عندنا دابا نص مليون في القناه مفتحنا. ولكن حنا لا، حنا عندنا المصداقيه. طيبنا القرع كندهروا القرع، طيبنا اللحم كندهروا اللحم، طيب القشوع باقي عند البارح القشوع ده النهار ده النهار. ما عندناش يا اختي حنا مع الكذوب ولا مع الدخول والخروج في الهضره. بالنسبه هذه واحده اخرى عاود نزلت الفيديو قالت لي انتوما كتكذبوا، شريتوا النبيره وكتقول القناه ما كتدخل لكش. شاختي انا عمري ما قلت القناه ما كتدخلش، القناه كتدخل البركه ديالها. واحد النهار تكذبني دخلت لي 40 فرنك في الشهر. شو انا ما يمكنش انا نقول لك هادشي باش نبقى فيك ولا شي حاجه، انا غير كنشرح لك. انتينا كتدخل كتعمل لي شوشرة على المتابعين ديالي بانني انا كنكذب، وانا كنكره شي واحد يكذبنا، لا انا ولا زوجي ديالي. حيتاش حنا في المصداقيه مع المتابعين ديالي، انا غير بغيت نعطيك انتينا باش تعرفني شكون انا وصافي. بالنسبه اختي للنبيله، قلتي القهوه ما تشريهاش، القهوه تقدر تشري اكثر من نبيله الا كنتي كتعرف تتصرف وتعرف انا غنشرح لك كيفاش. دابا في المثال ديك النبيله ما عرفتنيش انا واش كان عندي القلوش اولا، كنت كنخبع الفلوس هذا من مصروفي الخاص، كنت كندي 20000 فرنك 30 50 فهمتوني. اذا البشر اي خدمه يقدر يستغل ويعمل بها بزاف ديال الحاجات. بالنسبه انا في الاول ما كانش عندي بيت الناس، على شي جوج كان عندي غير الكامل، بدلت بيت النعاس من القهوه، شرينا الحمد لله الطوموبيل بالقهوه، سبعنا لوليداتنا ثلاثه بالقهوه، ماشي تال دابا فتحنا قناه عاد نشري انا النبيره ولا نشري شي حاجه باش تكذبني انت وتقولي القناه تدخل. قناتها تدخل لي، ولكن اختي بعد النوبات ما كتدخلش، وماشي ديك المدخل اللي عايشري لي شي حاجه. المثال 2000 درهم ما نقدرش نقول لك شحال، حيتاش المبلغ محدود وواحد المبلغ بسيط. المهم انا هذا غير توضيح. وبالنسبة عود قال لك شني كتعطينا، شمن محتوى واحد السيد، شمن محتوى عندك؟ اخي عندي محتوى واحسن محتوى وكيشرف جباله ولا المغاربه، وكنقوزو بعينانا مفتخرين براسنا لا انا ولا الزوج ديالي، وكلشي كيشكر فينا ويقول لك سلموا عبدو عندهم احسن محتوى. ماشي زعما شي حاجه ديال الافاده كثر وكثر، ولكن كنعطي واحد الصوره للمغاربه حنا نقيين ومزيانين، ما كنتهايرو ما حتى شي حاجه، ما كنبارطاجيو شي حاجه قبيحه، ما كنبارطاجيو. المهم سمحوا لي بيدي بعدا كنت مع الطنجره وبغيت نبدا معكم الفيديو نوضحكم. المهم بالنسبه لما كاش يجيك اخا انتينا محتوى، كيف هاد تفرج المحتوى ديالك؟ عارفين شنو هو مشي تفرج فيه. وبالنسبه انا المحتوى ديالي عندي عاولي تفرج فيه، الله يسهل عليك وعلينا، حنا عندنا اللي تشوف فينا وانت عندك فايده تفرج، هذا اللي غنقول لك. اما باش تدخل، انايا اصلا كنتشك على المتابعين ديالي ها شنو انت تدخل في واحد الموضوع اللي هو ماشي ديالك، ماشي انت اللي بتوريني اش من المحتوى اللي انا عنصغر. انا عندي محتوى الصراحه نقي، هذا هو المحتوى ديالي اللي غنبقى فيه مع البنات، بارطاجي معاها ما كيفاش تعيش، ها كيفاش هادي، ها كيفاش هادي، نعلمها من الصبر. حيت بزاف دابا وقع الطلاق بزاف عندنا، اخرى ما كتصبرش مع الزوج ديالي كيتجبروا ما عندوش هادي، ما كتصبرش معاه ويكافح وشبر الفلوس وتخبع وتبني المستقبل لولادو. هادي كبارطاجيها هذا، هذا ما عندكش انت محتوى. ايوا واخا الا ما كاينش عندك محتوى، انا ما عنتعاطى مع شي قناه في اليوتيوب باش يعجبك المحتوى ديالي وتصفق لي، ما نمشي نلبس شي لباس اللي ماشي هذاك باش يعجبك المحتوى. انا عندي المحتوى، الناس ديالي والعائله كلشي كيقول لي احسن محتوى. المهم انا جاوبت هاد المسؤول، واحد المسمومه اللي قالت انا نكذب، هذه بعد مسمومه سامه صدعات مني، وحتى وحده جبرت علقت لها قالت لا ايوا هذا ماشي محتوى. المهم انا جاوبتك على المحتوى، جاوبتك على شي كامل، وسمحوا لي الكذب ديالي حيتاش وصلت لهذا المواصل هذا مع شي ناس اللي هما صراحه نتوما بيداكم عاد ايدوني وعطوني الحق ديالك سلمى. انت واحد الانسان عمرنا ما شفنا منك القبيحه ولا شفنا شي حاجه، ودابا خوتي وصلتنا العظم، المشاهده ما كايناش، وزيد البشره يكمل عليه هاشيني وهاشيني وهاشيني.
ايوا هادشي اللي كاين. وغنخليكم دابا صراحه سبقت من طنجره، غنمشي نعمل الغدا لولادي قبل ما يجيو من المدرسه، سمحت في كلشي، بقى عاد نغسل شي قشوع هادي، ولكن غنسبق الغدا ديالي هو الاول باش ما يجي وليداتي من المدرسه يجبروا الغدا موجود. المراه هي نوض تفطر وليداتها وصيفطهم وما يجيو يجبر الغدا ديالها موجود. وهادشي اللي كاين، ونتمنى من الله ما تدخلوش عليا البارطاج ديالكم وجيمات، لان صراحه عندي شي متابعه تيدخلوا كيقول لك اسلم ما ديهاش في انتقالات ما تجاوبهمش، ولكن اخوتي راه البشر غير بشر ماشي روبوت، باش انه يبقى دائما يصبر يصبر يصبر. للصبر حدود اخوتي، للصبر حدود. راه بعد النوبات البشر كيكذبك، مي توصل للكذب احنا كنجهلوا ما كنبقاوش نعقلوا بزاف ديال الحاجات، تقول لي ماشي هذيك ماشي ديك الحاجه ما صالحهاش ما هياش، بزاف ديال الناس دخلوا قال لك اعمل المحتوى هذا وهذا، شكرا لي لم بزاف على النصائح ديالك الحق، باش تدخل تقولنا كنكذبوا ولا هذاك ماشي محتوى ولا الا قول لي انصحني بواحد بشي حاجه مزيون اللي هي ما تضرنيش وما ضركش حتى انت. ايوا صافي ودابا بقاو معايا ان شاء الله جلسه في الطنجره طايله بزاف. برد فيها الغدايب كما قلت لك. المهم اخوتي الطنجره ديالي من بعد ما حكيتها، دابا عندي هنا شويه ديال اللحم ها هي، عندي واحد البصيله حمراء وواحد البصيله بيضاء. هنا القصبر ومن بعد مسحيتاش اخوتي غنعدلها بالخضره، ضروري مشي القصبر ضروري من الخضره، خصوصا اللي عنده العيا صغار، عنده العيا صغار يحافظ على الخضره. هنا الملح الابزار العطريه ديال اللحم الخرقوم سكنجبير شويه ملح، هذه الزيت عندي مخلطه مع الروميه، نعدل واحد الكاس ديال الماء وعندي هاد الشحر وها انتما معايا. شو عبدو كانت هذه طالعه، كانت طالعه بزاف كما شفتوا معايا، دابا ولات يا زين ضرب شويه من هنا وهبطه مره شا. كيغلق هذا اللي عم بيطو رجع، يعني ما كاينش شي حاجه اللي كما نقولوا حلا الشقه لا دار بها حاجه، خصنا نمسحوه من هنا باش ما يكبش ياش. عطيك الخيم الحمد لله صح صح
دابا غنقراو اخوتي الشلاضه شويه ديال المنيونيس الثوم ديال الزيت هكا شويه هنا شويه هنا باش كيلاد ديك الزيت ديالو تهرس هذا الخبز خص ما تدو تاع المتابعين شي النوع ددلو كنا تصغبوه في البيات شحال هادي دابا ما بقاوش نهائيا ديك الليطان هذوك رجعوا الليطان على قدم وتاخذنا قص طول دابا عندي واحد اللاطه هنا صفراء ولكن طاحت لي هنا وبقات هنا خصنا ضروري شي لاطه وحشت عزيزة طيب نقص على الجلد هذا بالضبط على كل زاد سلام عليكم المشاهدين كيف انتم لاباس بخير نتمنوا من الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير والاحباب ديالكم واولادكم والعائله ديالكم كلشي يكون بخير وعلى خير تعالى وتبارك يتشم الحال بالقريب والبعيد والمريض والصحيح والاحباب كاملين مجموعين امين يا توحشناكم بزاف ايوا دابا عاود غدا وطاب الغدا ديالي شوف العين في الكاميرا شوف شي والله الا شوف هاي تبدا انا نشوف فيك خالتي ما نوريك زايد خالتي نوريك يا الصور نخلو تشوف الكاميرا معوض والله الا توحشكم اولادي بزاف خربي ما ريحتكم ما راوتوني احنا غايبين عاصم حنك شويه هادي دا مريم جاو No, you're not it.
المهم انا عدت غير اخرى قلت البانه صافي هذا شي شلاضه فيها كلشي فيها الخضره فيها كلشي هيا هيا فاس يلا تشوفوا المحفظه واغسل يدك واجي نتغدى Oh.